حياكم الله مشاهدينا من جديد في هذه الضغطية التي تأتيكم على شاشة قناة اقرأ لموسم حج هذا العام 1441. انضم معنا الآن في المنافع الفنية عبر الزوم المايسترو أمير عبد المجيد بن مصر. حياك الله أستاذ أمير. أهلا وسهلا ومرحبا، كل سنة وانتم طيبين وانت بصحة وعافية وسلامة يا رب. شرفتنا وأنستنا أستاذ أمير. الله يحفظكم يا حبيبي. آمين يا رب. أستاذ أمير خليني أبدأ معاك، إحنا بنتكلم عن المنافع الفنية في الحج، خليني أبدأ معاك بسؤال: كيف يؤثر الحج على الفن أو على عمل الفنان؟ والله أنا بس عشان إيه الموضوع خطر قوي اللي أنتوا بتتكلموا فيه ده فيعني إيه تاخدوني بالراحة كده على قد فهمي. ماشي. أنا هتكلم عن نفسي، أنا إيه المنافع اللي أنا استفدت بيها لما حجيت. جميل. ده اللي أنا أقدر. جميل. وإذا كان عجب حد اللي أنا عملته أهلا وسهلا يا مرحبا. أنت مبدع يا أستاذ أمير، يعني ما شاء الله ما يحتاج. حتعجبنا أكيد يعني. ربنا يكرمك يا حبيبي. أنا أول حجة دي كانت سنة 98. جميل. والحمد لله رب العالمين، من ساعتها ما انقطعتش إلا لما بقى حكاية التصريح ده، يعني كل 5 سنين فاتحرمنا بقالنا دلوقتي. دي كان المفروض نحج السنة دي إن شاء الله، فالحمد لله. الحمد لله. سألت شيخي اللي أنا حجيت معاه ساعتها، هو أنا دلوقتي المفروض أعمل إيه بعد ما أنا حجيت؟ أتوب عن الفن، ما اشتغلش في المزيكا؟ فقال لي: مين اللي قال الكلام ده؟ وقلت له: ناس كتير بتتكلم في الحرمانية والحلية يعني. فقال لي: لا، احنا عايزين نتوب في الفن بعد. نتوب في الفن بعد الحج. نتوب في الفن مش نتوب عن الفن. بمعنى ايه؟ جميل. يعني ايه اللي انت بتعمله في فنك وفي طريقة شغلك وفي الاماكن اللي انت بتشتغل فيها يناسب أهلا وسهلا بي، والحاجات اللي لا تناسب والأماكن اللي لا تناسب والحاجات اللي فيها شك ملهاش داعي. اعمل اللي يكون مفيد للناس، اعمل الأعمال اللي تحس على الشرف، تحس على عدم الخيانة، وتحس على الصدق. الفن رسالة، فإذا صدقت في الرسالة دي هتبلغ بيها لمفاهيم الناس بصدق، وتقرب لهم المفاهيم بشكل واضح. جميل. فعجبتني الحقيقة طبعا، والحمد لله مشيت على النهج ده. بس طبعا أنا بني آدم ضعيف، يعني ممكن وارد أن أنا أتوجد في مكان أحس أنه مش مناسب، فرميت حملي على الله، قلت: يا رب يعني استخدمني في اللي يرضيك، واللي لا يرضيك جنبولي. جميل. فسبحان الله بقى بيتنقالي نوع الشغل اللي أنا أشتغله، بقيت أتوجد في المكان اللي أنا أحس فيه أن أنا بغضبش ربي في حاجة. فدي كانت أهم منافع للحج بالنسبة لي. جميل، ممتاز. يعني أرجع لك دكتور، يعني المايسترو أمير عبد المجيد ذكر نقطة مهمة جدا، وهي أنه يرمي الحمل على الله سبحانه وتعالى، ويا رب يعني أنا مش عارف إيش اللي جاي، مش عارف اللي جاي حيناسبني ولا لا، أنت اختار ويسرني للموضوع اللي أنت راضي فيه. هذه بحد ذاتها عبد العزيز من المايسترو، هذه موعظة بحد ذاتها، إنه فعلا فوضنا الأمر إلى الله، ألجأنا الأمر إلى الله. أنا نفسي أسأل المايسترو، معنا موجود، معنا موجود على الهواء، معنا يعني. نعم. أين ذهبت الأغنيات يا رايحين للنبي الغالي، هنيا لكم وعقبالي وإلى عرفات الله. فيروز وهي مغنية لبنانية مسيحية لما تغني يا مكة، أين ذهب هذا؟ الدكتور بدر يماني أخذ مكاننا خلاص. يعني أيوة، هو ما شاء الله البديع. أنا بستغل وجود المايسترو معنا ورجل العملاق القامة العظيمة هذه. لما شخص في أقاصي الأرض يسمع نشيد أو أغنية عن مكة وعن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، تشوف الناس تستمع للأغنية والدموع تنهمر. صحيح. أين ذهبت هذه يا مايسترو؟ أين هي الآن؟ أولا هقول لحضرتك حاجة، كل وقت ولو أدان. شكل الغنى في الفترة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، وشكل تبليغ رسالة المحبة والتشويق للحج لزيارة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شكل الأغنية اختلف. ما عادش فيه المدة الطويلة اللي انت تقدر تقول فيها المعاني الكتير. الانتاج الأغاني نفسه اختل، الأغنية بقت مدتها 3-4 دقايق، ما تلحقش تقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. خاطفة. فك
كمان اهتمامات الناس اختلفت الحقيقة. كان في زمان بتكلف بالنوع ده من الأعمال، حتى القنوات الأساسية بتاعت المحطات الأساسية للدول كانت هي اللي بتهتم بإنتاج الحاجات دي. يجي الموسم بتاع الحج يبدأوا يعملوا الأغاني بتاعت الحج، يجي الموسم بتاع مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبدأوا يعملوا الأغاني بتاعته، تيجي السنة الهجرية يبدأوا يعملوا الاحتفالات ويبدأوا يعملوا الحاجات كلها. ولكن يبدو أنه خلص حصل خلط في الأمور في الفترة اللي فاتت دي. ناس عاجبها الدين وناس عاجبها السياسة وناس مش عاجبها الاثنين، الناس بقت يعني اختل الميزان الحقيقة. يا الله بالتالي ما عادش في اهتمام باللون ده من الأغاني، وبنقعد كل ما تيجي مناسبة نستدعي نفس الأغنية اللي بقى لها 40-50 سنة قاعدين هي نفسها نحفظ عرفها، وهي نفسها اللي موجودة. بس أنا الحقيقة أنا عن نفسي أنا لا ما وقفتش، أنا عملت أعمال كتيرة وعملت حاجات كتيرة وموجودة الحمد لله رب العالمين. يا سلام. وأمتع حاجة عندي إن يجي لي كلام أناجي بربي، إن يجي لي كلام أمدح بيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. في أحلى من كده يا عم. نعم. مايسترو المايسترو أمير عبد المجيد، خلينا أسألك سؤال شوية فني بما أنك يعني متخصص في المجال ويعني أستاذ في المقامات. هل مشاعر الاشتياق أو الأناشيد أو الأغاني اللي تعبر عن الاشتياق للمناسبات الدينية كالحج ورمضان تتطلب نوع معين من المقامات حتى تشرح فيها مشاعر الحب والاشتياق، ولا أنه الموضوع يتعلق بالكلمة أكثر؟ هقول لحضرتك حاجة. العادة أنه هو فيه طبعا، بس الأول عشان أقرب الحكاية للناس، هو فيه نغمات موسيقية سلرت بيكون له ترتيب معين، الترتيب المعين ده بيخليه له اسم. فمات كتيرة، في مقام اسمه مقام الرصد، في مقام عفوا معلش التليفون جات لي مكان سمعنا كويس. طيب. ففي مثلا مقام اسمه الرصد، مقام اسمه نهواند، مقام اسمه كرد، في 7-8 مقامات أساسية موجودة، وبتوصف المقامات دي بكل حالة فيها مقام فيهم بوصف معين، ده ينفع للأغاني اللي فيها جهاد واللي فيها حس الجيش على أنه يتقدم، ودي أغاني تنفع للشجن، ودي أغاني تنفع للحزن، ودي مقام ينفع للحب كده، بيوصفوهم التوصيف ده. ولكن في بعض الفنانين الحقيقة بيفكروا بشكل تاني مختلف، ما يروحش للنغمة عشان هو قاصد الحزن، أو ما يروحش للنغمة عشان هو قاصد العظمة أو حس على الجهاد، لا يشوف الكلام فيه إيه، الكلام نفسه بيبقى داخله فيه موسيقى، داخله فيه نغم. فاللي يقدر يستخلص النغم اللي داخل الكلام ده اللي كان الشاعر متخيل وهو بيكتب البحر ده على الوزن ده على النغم ده، بيبقى وفق الحقيقة وبتطلع من القلب على طول. وفيها استثناءات كتير يعني المفروض انه مقام الصبا مثلا ده مقام بتاع حزن، فتلاقيه عامل منه نشيد للجهاد، مفيش اي مشكله. طيب معلش تسمح لي دكتور بدر اسال الاستاذ طبعا يا سلام يا ريت استاذ امير، يعني مثلا اغنيه دعاني لبيته او القلب يعشق كل جميل، هذه كتبت بيرم الله يرحمه كتبها في الحرم يعني في بين مكه والمدينه، جينا على روضه هاله من الجنه في المدينه، وبقية الأغنية بدايتها القلب يعشق كل جميل ومكة وفيها جبال النور كتبت في مكة المكرمة نفسها، ورياض الله يرحمه العبقري يعني عملها على ما بين بيات ورصد إذا ما خانتني الذاكرة يعني على حسب ما أعزفها يعني. هذا التوصيف صحيح؟ نعم جميل. هذا التوصيف أو هذه الخلطة إحنا كيف ممكن نحافظ على الأشياء هذه، على الموروثات هذه، كيف ممكن نحافظ عليها ونبغاها تستمر معانا؟ يعني نبغى جيل جديد يطلع زي مثلا رياض الصنباطي الله يرحمه العبقري، يطلع زي بيرم التونسي يقول اشياء عن الحج عن يعني يأثر يحسسني بهذا الاحساس. المساله كلها مساله تعليم الحقيقه، لازم نكون يعني واضحين وصراحه مع نفسنا، مساله تعليم. لازم الواحد المزيكا علم كبير، الناس ما تاخدوش كده على انه واحد هاوي فبيعرف يعزف فخلاص هو كده بقى بتاع مزيكا. لا، ده في علوم كبيره جدا في المزيكا لازم تدرس ولازم الواحد يعرفها، وعشان تعرف تبني وعشان تعرف تعمل عمل موسيقي متكامل محتاج تتعلم كويس.
فما تطلبش من 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 جيل بيتعامل بمستوى الهواة انه يدخل في اعمال المحترفين. علمه كويس وهو يكون جاهز لده، ما فيش اي مشكله ابدا فيه. جميل. نعم جميل. اعود لك دكتور بدر، يعني المملكه العربيه السعوديه طبعا انا فوتت جزء في ده، معلش كان لازم انتبه له. يعني هتلاحظ الاماكن الدول اللي فيها تعليم فني عالي مستواها الفني عالي، خرج منها فيها تعليم اكاديمي زي المعهد العالي وكذا تقصد. والحمد لله الان يعني في وزاره الثقافه الله يديهم العافيه عملوا هيئه مختصه بالموسيقى وفي ابتعاث. انا فرحان بيها جدا وسالوني على حاجات في التجهيز في الاول، وفرحان جدا 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 بالخطوه دي. ممتاز ممتاز ممتاز، اكيد حنستفيد من خبرات وقامات زيك استاذ امير. دكتور بدر، يعني ارجع لموضوع اهتمام المملكة العربية السعودية مؤخرا في الفترة الأخيرة بالفنون. لو تلاحظ في متاحف في مكة المكرمة والمدينة المنورة حول الحرم. صحيح. هذه المتاحف إيش فيها؟ فيها رسومات للحرم، فيها أشياء تحث على الفن، تحث على التأمل، تحث على هذه الأمور اللي في فترة سابقة لم تكن موجودة. صحيح. كيف أنت شايف هذه النقلة النوعية وهذا التغيير اللي ممكن يصنع جيل متذوق ويخلط ما بين العبادة والعبادات الروحانية وبين الفن وبين، لأنه ما في أي تعارض بينهم حقيقة. جميل جدا هذه الفكرة. يمكن أنا بقول للمايسترو أمير إنه نحن فعلا كنا زي ما بنقول مختطفين فترة من الزمان وعدنا بالسلامة الحمد لله رب العالمين، وشكرا للقائد القائدة الطائرة اللي رجعتنا الأمير محمد بن سلمان الله يعطيه العافية والصحة. إنه فعلا نقاش مثل هذا الموضوع من متى كنا نستطيع أن نقول عن فنيات الحج، عن أدبيات الحج، عن الرقي في الحج، وأن تكون هناك آذان مستمعة وقلوب حاضرة لهذه المسألة. سيدي في سؤال حضرتك الغالي، شوف عندك بعض الأنغام اللي موجودة، بعض الأفكار الموجودة، لما تجي تقول يا سيدي وائل لو سمحت بالله يقول لي طلع البدر علينا، على طول حتقول طلع البدر علي. مين قال إنه هذه هي النغمة؟ كم عمرها؟ قد إيش عاشت؟ هذا تاريخ. صحيح. لبيك اللهم لبيك، على طول حتلاقي نفسك تقول لبيك اللهم لبيك. صحيح. لبيك. صحيح. مين قال النغم؟ مين قال إنه هذه هي النغمة؟ صحيح. هذا تاريخ. المملكة العربية السعودية كان دائما يقال عنها دولة حديثة، دولة حديثة، دولة حديثة. كان في حقيقة إجحاف، ظلم لتاريخ قديم جدا على هذه الأرض. اليوم صارت بعض الآثار وبعض الحافير اللي بتوجد تتكلم على آلاف السنوات. صحيح. تاريخ قديم للبشرية للإنسانية، تاريخ حضارات كانت موجودة هنا. لعلنا كنا فترة طويلة اللي حقت عمري أنا ما أعرف ليه اللي كنا ما نلقي لها بال، بل لو كنا نتجنبها. اليوم احنا نتكلم عنها. صحيح. نتكلم عن حضارة كانت في هذا المكان. صحيح. اليوم انت عندك الإبداعات، الحرم النبوي والحرم المكي، لما تلاقي آثار قديمة، أواني خزفية. صحيح. صحيح. كانت موجودة. صحيح. طينية فخارية. صحيح. تفاصيل من هذه، وعلى فكرة تجد انها جاية من كل أنحاء العالم. لأنه هذا الحج كان يستقطب الناس. جميل. فالناس جايين. نعم. بأوانيهم، جايين بأشياءهم، جايين بقطعهم. اليوم نحن أنا أقول المايسترو وأرجع له نستفيد منه ونستغل وجوده. سيدي المايسترو الرياح رياح التغيير هبت، فالله. نعم. فالله الله بالرواد، إن شاء الله تكونوا منه ومن أولهم إن شاء الله. يا دكتور والله إحنا بقالنا سنتين تقريبا يعني بنتواصل بخصوص الأمر ده مع جهات أنا مش عايز أقول أسماء يعني، بس أنا افترحت جدا بالحكاية دي، لأنه الحقيقة الفترة اللي أنتوا اختطفتوا فيها زي ما حضرتك قلت تفضلت كده، الفترة اللي بتخلي أنت وابنك أنت شايف فيه ممكن أنه يكون موسيقي أو ممكن يكون عازف، وهو مداري العود أحسن خايف حد يمسكه فيكسر له العود وتبقى حياته سودة. الوضع ده كان مريب الحقيقة، ما كانش مريح أبدا. فكون إن الأمور ترجع لمجريها ويحصل العلم ويحصل الفن ويحصل إن أنت تشجع ابنك على إن هو يتعلم صح وهو تحت عينك وتحت رعايتك، المزيكا بتخلي الروح حلوة، بتخلي الإنسان حسه حلو وذوقه حلو ويعرف يقف بين إيدين ربه بالشكل السليم. ربنا يا رب يحافظ عليكم يعني والله خير ونشوف أجيال جديدة بتعليم عالي جدا، لأن ما شاء الله المواهب عندكم مواهب يعني حدث ولا حرج، يعني نشوف حاجات
أنا ليا 40 سنة ولا بشتغل في مجال الفن في السعودية، وشفت مواهب كتيرة قوي قوي قوي، وزعلت إنها ما تعلمتش وحفرت بضوافرها في الرمل يعني. يعني ما شاء الله أستاذ، يعني ما شاء الله تبارك الله أستاذ أمير، أنت تعاملت مع كبار الفنانين في المملكة العربية السعودية، من الله يرحمه طلال، من أبو بكر الله يرحمه، من محمد عبد رحمة الله، يعني الله يحفظ من بقي ورحم الله من توفى. والآن أنت ذكرت كلمة جميلة، أنه تعود المياه لمجاريها، ويعني نقدر نخرج فن هادف. ممكن الآن يعني شباب البلد نفسهم لما يدرسوا ويتعلموا يخرجوا من واقعهم هنا موجود في المملكة العربية السعودية، من مكة، من المدينة، يخرجوا الدانات ينشروها للناس، الدانات المكية الحجازية، يخرجوا الفنون المكية بشكلها في داخل إطار خلينا نقول الفن الهادف أو فن الرسالة. خلينا أقول لك على حاجة أستاذ أمير، أنا كنت قبل فترة في حوار مع وكيل وزارة الإعلام سابقاً، وذكر لي قصة، قال إحنا مرة استضفنا الموسيقار بليغ حمدي، الكلام ده طبعا قديم، قال استضفنا الموسيقار بليغ حمدي وقعد عندنا تقريبا 3 إلى 4 شهور، أخذناه في 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 الساحل الغربي كامل 1500 كيلو، امتداد 1500 كيلو من تبوك إلى جيزان. يقول لي خرج بليغ حمدي بعد هذه الرحلة بأكثر من 300 إيقاع موجودة فقط في الساحل الغربي. كيف ممكن نحافظ عليها أستاذ أمير؟ أنتوا عندكم، ما ده برضو موضوع أنا بتكلم فيه برضو مع أصحاب المعالي يعني في الأمر ده، لأنه أنتوا عندكم موروث كبير، والموروث ده غير مدون ولازم يؤرشف، وفي لازم تاخده من أهله، وأهله دول تلحقهم قبل ما يموتوا، لازم تقولهم ونكتب الحاجات دي ونثبتها، لأنه ده تاريخ، دي قيمة، ثقافة، وعي، لابد أنه يحافظ عليه، عشان دي أمانة، أمانة لازم تنقلها. فقدنا الاتصال. الناس بيستحي انه يقول مهتم بالفن، لانه بيقولوا له لا ده هلس، فهو مش عايز يعلن انه هو هلس، لكن لا، حتى لما بيجي يستخدمه وهو متداري بيستخدمه بهلس، لا ده ثقافه ووعي وعلم واهتمام، واستخدمه بالشكل الصحيح. نعم، ان شاء الله يكون كده، ولابد الحاجات دي كلها تثبت ان شاء الله. نعم، حقيقة احنا يعني وصلنا لنهاية الفقرة، هذه الفقرة انا اشكرك المايسترو امير عبد المجيد على وجودك معنا اولا، وعلى الكلام الجميل والتوصيف الرائع اللي وصفت فيه هذا الموضوع، وتكلمنا فيه حقيقة بكل شفافية وبكل موضوعية. ايضا اشكر ضيفنا الدائم الدكتور بدر يماني، مستشار العلاقات الأسرية. وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة، نروح فاصل ان شاء الله ونرجع نكمل بقية فقراتنا اليوم.